كيف بقي العالم ستيفن هوكينج حيا لما بعد سن الـ70 رغم إصابته بالALS؟ لقد وصل ستيفن هوكينج لسن الـ70 سنة بخلاف ما هو متوقع في حال هذا التشخيص المخيف، حيث عاش ما يقارب النصف قرن منذ تشخيصه، ساهم خلاله بإيصال نظريات حول الثقوب السوداء والثقالة الكمومية لجمهور واسع. شوهد هذا العالم الشهير معظم حياته حبيس كرسيه متحرك نتيجة إصابته بأحد أمراض العصبون الحركي الذي يعرف باسم التصلب الجانبي الضموري ALS. وقد اضطر منذ سنة 1995 و85 للكلام باستخدام نظام حاسوب يشغله بواسطة خده، كما أنه يحظى برعاية خاصة على مدار الساعة، ولكن على ما يبدو لم يوقفه مرضه عن القيام بما يريده. بقي هوكينج بروفيسورا في الرياضيات في جامعة كامبريدج لمدة 30 سنة، وهو حاليا مدير الأبحاث في مركز علم الكونيات النظري للجامعة. ويبدو أن مرضه فريد من نوعه كما هو عقله، فمعظم مرضى الALS الذي يعرف أيضا باسم مرض لاو جيهرينج نسبة للاعب البيسبول الشهير الذي استسلم لهذا المرض، يتم تشخيصهم بعد عمر الـ50 عاما ويموتون خلال 5 سنوات بعد التشخيص. شخص مرض هوكينج عندما كان في عمره 21 سنة، ولم يكن متوقعا له أن يعيش لعيد ميلاده الـ25. فكيف عاش هوكينج مدة طويلة مع مرضه بينما يموت معظم المرضى بعد فترة قصيرة من تشخيصهم؟ هنا يتحدث الأستاذ المشارك في علم الأعصاب ومدير المركز الطبي الخاص بمرض ALS في جامعة ولاية بنسلفانيا. تابعوا معنا. ما هو الـ ALS؟ الـ ALS الذي يعرف أيضا بمرض العصبون الحركي وكذلك بمرض لاو جيهريك في الولايات المتحدة الأمريكية، هو من الأمراض العصبية التنكسية. يتم التحكم بكل عضلة بواسطة عصبونات محركة توجد في الفص الجبهي للدماغ، والذي ترتبط بواسطة مشابك مع عصبونات محركة توجد في أسفل الدماغ، وأخرى توجد في النخاع الشوكي تدعى العصبونات الموجودة في الدماغ بالعصبونات المحركة العلوية، والموجودة في النخاع الشوكي بالعصبونات المحركة السفلية. وهذا المرض يسبب ضعفا بالعصبونات المحركة العلوية أو السفلية أو كلاهما معا. أصبح من المعروف وجود عدة أشكال للإصابة بالـ ALS، يعرف أحدها بالضمور العضلي المترقي أو PMR، الذي يبدو سريريا كأن الإصابة معزولة في العصبونات المحركة السفلية، ولكن يظهر التشريح المرضي لدى هؤلاء المرضى يظهر وجود تلف في العصبونات المحركة العلوية أيضا. يوجد أيضا التصلب الجانبي البدئي أو PLS، الذي يبدو سريريا كأنه إصابة معزولة في العصبونات المحركة العلوية، غير أن التشريح المرضي يظهر إصابة العصبونات السفلية أيضا. وهناك متلازمة كلاسيكية تدعى الشلل البصري المترقي أو الشلل المترقي فوق النواة، التي تسبب ضعف عضلات الجمجمة كاللسان والوجه وعضلات البلع، ولكنها غالبا ما تنتشر لعضلات الأطراف أيضا. ما هي المعلومات التي قدمتها حالة ستيفن هاوكينج حول هذا المرض؟ الأمر الرئيسي هو أن هذا المرض هو اضطراب متنوع بشكل مذهل، فوسطي يعيش المرض 2 أو 3 بعد وضع التشخيص، وهذا يعني أن نصف المرضى يعيشون لفترة أطول من ذلك، وهناك أيضا أشخاص يعيشون لمدة طويلة جدا. إنذار الحياة يعتمد على أمرين أساسيين: العصبونات المحركة التي تعصب الحجاب الحاجز أي عضلات التنفس، حيث أن السبب الأشيع للوفاة هو القصور التنفسي، وممكن أن يكون إصابة عضلات البلع مما قد يؤدي لسوء تغذية وجفاف. فإذا لم يحدث أي من هذين الأمرين عند المريض، فإنه من المحتمل أن يعيش طويلا رغم تدهور صحته، وهذا ما حدث مع هاوكينج. هو بالطبع مذهل وحالة شاذة. منذ سنة 2006 أصبح واضحا أنه مثل الكثير من الأمراض التنكسية العصبية، ALS يحدث نتيجة تراكم بروتينات شاذة في الدماغ،
حيث أن 10% من حالات ALS وراثية ناجمة عن طفرات جينية، وإني واثق أيضا من وجود جينات مؤهبة للمرض، ويوجد حاليا عدة جينات معروفة باحتمال إحداثها للمرض. كل من هذه الجينات تؤدي لتراكم نوع مختلف من البروتينات في الدماغ، ومعرفة جينات محددة محدثة للمرض يعطينا فكرة عن الآليات التي تحدث في الدماغ، مما قد يتيح تحديد نقاط هدفية للمعالجة. لكن أيا من هذا لم يوفر لنا علاجات فعالة حتى الآن.